بمخطط اسمه مخطط معادلات الألكانات. قبل المخطط ده أعمل سبورة اسمها سبورة شخبطة. قبل سبورة الشخبطة دي عاوز أدي هنا حاجة مهمة في منتهى الخطورة. عندك كلمة اسمها هلجنة. كلمة هلجنة دي جاية من كلمة الهالوجينات، ده معناه ان فلور كلور بروم يود، تمام؟ ده معناها ان هحط حاجة من دول جنب المتفاعلات. بمعنى اذا لما قلت لك في الخواص الكيميائية مش كان فيها هلجنة حضرتك، انا لما امسك الميثان اللي هو سي اتش 4 زائد هلجنة بالكلور، عارفين الهلجنة هنا اسمها كلورة. ليه؟ لانه كلور فبعمل له كلوره. بس ما علينا، دي اسمها ايه هنا دلوقتي؟ هلجنه. الهلجنه دي بتتم في اليو في الترا فايلوت، حضرتك الاشعه الفوق بنفسجيه 400 درجه مئويه ضوء الشمس لازم. طب حضرتك ده لما اعمل كده يا اخي يا اخي يا اخي اسالك وشغل دماغك اللي حضرتك لكنها في البيت دي، لما اعمل كده حضرتك الكلوره دي مش هتاخد مكان الهيدروجينه دي، والاتش دي تطلع بره. تخيل بص اللي حصل، اتنين كلور توأم، واحد قال له بقول لك ايه استناني بره هبعت لك الاتش خدها وامشي. فهمت عملوا ايه؟ اتنين كلور اتنين توأم، واحد قال له انا هخش هعمل المهمه، اخش انا جوه وهبعت لك اتش اوعى تسيبها، اعملوا اتش سي ال مع بعض وامشوا بعيد. اللي حصل ده استبدال ولا اضافه؟ استبدال. شكرا لحضرتك، الحمد لله نص الطريق عديناه. يبقى اللي انا عملته ده استبدال. طب والاضافه؟ يبقى لازم بكسر رابطه، وهنا مفيش رابط اتكسرت، وتكسير الروابط في الالكين والالكاين اللي هو ابو ربطتين وثلاثه. شغل ده بقى. طب يا مستر حسام تعالى نشوف هيديني ايه. سي اتش 3 سي ال زائد اتش سي ال. ايه مش فاهمها ولا ايه؟ طب يا مستر بقول لك ايه، ما فهمتش دي، افهم اللي بعدها. همسك ده اهو واعمل له هلجنه اهو، هلجنه تاني بنفس الايه الشروط. حضرتك مش هنا، انا بقى هو بعملها لك اهو بالعرض البطيء. السي ال دي تاخد الاتش دي وتخش مكانها التانية، يبقى تكون ايه؟ سي اتش كام؟ سي اتش 2 سي ال 2 زائد اتش سي ال. اشكر حضرتك. بقول لك ايه، ما فهمتش دي، افهم اللي بعدها. حضرتك ال CH2 CL2 زائد هلجنة، حضرتك ايه اللي هيحصل؟ بذكائك بقى قلل وزود، يبقى CH بس CL كام؟ 3 في العرض البطيء. ادي CH2 CL2 زائد ال HC زائد ال CL2 CL CL. حضرتك ايه اللي حصل؟ دلوقتي الاتش دي طلعت بره ودخل الكلور مكانها، اتكون سي اتش واحده سي ال 3 زائد الاتش سي ال. ما فهمتش دي، افهم اللي بعدها. حضرتك همسك السي اتش سي ال 3 اهو، احط له هلجنه بنفس الشروط. يلا بقى اقول بقى هيبقى سي واحده سي ال 4. خلصت الهيدروجين؟ مش هقدر اقول لك بقى، اذا ما فهمتش افهم اللي بعدها. اذا ما فهمتش بعد الاربع مرات دول ما فيش بعدها. يبقى حضرتك هنا سي سي ال 4 زائد الاتش سي ال. يبقى الهلجنه تفاعل متسلسل لغايه ما يخلص الهيدروجين. وصلت؟ هل حضرتك التفاعل ده يحدث في الظلام؟ لان لازم يبقى عندك درجه حراره وضوء. بقول لك ايه،
شخبطت انا كتير، انا شخبطت كتير. دي اسمها سبورة ايه؟ شخبطة. تعال ارتب لك الافكار من اولها لاخرها. مخطط معادلات الالكانات كلها. الكلام على مين هناك؟ الميسان. الميسان رمزه CH4، ميسان. حضرتك الميسان حضرناه من اسيتات الصوديوم CH3COONA. المرة الجاية أنا بسأل كده. حضرتك يا اللي قاعد ويا اللي سامعني، أنا بسأل كده. الحصة الجاية أقول لك قول لي معادلة تحضير الميثان في المعمل، تقول لي كده. أسيتات الصوديوم CH3COONA زائد الجير الصودي NaOH زائد CaO هيديك الميثان. ما قلتليش، يبقى أنت ما ذاكرتش. وأنا وعدت الناس الشاطرة إني مش هقعد جنبها اللي مش مذاكر. مستر، طب المجموعة كلها مش مذاكرة، هاخد بعض أنا وأمشي. الجير الصودي اللي هو ال NaOH معاها ال CaO هيديني مين؟ الميثان. هل لغاية دلوقتي في مشاكل؟ يبقى دي كده تسخين معادلة تحضيره في المعمل. نعلى بالمستقبل. هعمل الميثان هلجنة بالايه؟ بالكلور. 400 ايه؟ درجة مئوية. ضوء الايه؟ الشمس او اليو في. هيديني قال لي الاتش زود سي ال سي اتش 3 سي ال زائد الاتش سي ال. بقول لك ايه؟ اعمل له هلجنه تاني بالسي ال 2 نفس الكلام. هيديني زود، قال لي الاتش زود واحده كلور سي اتش 2 تسلم لي زائد الاتش سي ال. اعمل لي واحده هلجنه كمان بال CL2 نفس الكلام، يبقى CH3 CL. ازود ولا اقلل H؟ اشكر حضرتك. يبقى التلاتة دي هنا، اسحى للكلام. حضرتك اعمل لي هلجنة تاني، قلت لك بتقللي H تزودي كلور. هلجنة كمان بال CL2 CCl4. نعلى شوية ازاي؟ شايفة حضرتك ال CCl4 ده؟ مذيب عضوي، بيدوي. شايف حضرتك ده اسمه كلوروفورم، مخدر. مش احنا حضرناه وهنحضر منه ايه؟ ماله المخدر ده؟ غير آمن. وقفوه. وقفوه ليه؟ قال لك لان اللي يخش يعمل العمليه واستخدم الكلوروفورم لو قدرناه تقدير غير صحيح يموت. فطبعا وقفوه واستبدلوه بمركب اسمه الهالوسان. استبدل بمركب اسمه الايه؟ الهالوسان. اسمه ايه؟ هالو هالوسان. ايه يا مستر الهالوسان؟ ذرتين كربون. فاكرين رمز اليوريا؟ سي دبل بوند او ان اتش 2 يمين ان اتش 2 شمال. المركبات دي بتتسمع كده، شافوا في حصتي. يعني المره الجايه اقول لك الهالوسان رمزه ايه؟ تقول لي كده استناني. ذرتين كربون، هتقول لي كده. ذرتين كربون مليان عفاريت. ذرتين مليان عفاريت. ثلاثه فلور. واحدة بروم، واحدة يود، واحدة اتش. ايه اللي حصل؟ حضرتك رمز الهالوسان ذرتين ايه؟ مليان ايه؟ تلاتة ايه؟ تلاتة فلور، واحدة بروم، واحدة كلور، واحدة اتش. في مشاكل. مرة جاية تقول لي رمز الهالوسان المخدر الآمن اللي استبدلوه بدل الايه؟ كلوروفورم. ليه يا مستر وقفوا الكلوروفورم؟ لانه مخدر غير امن. التقدير الغير الصحيح يؤدي الى الموت والوفاه. يبقى انت حضرتك الهالوسان مستر انا هقوله. بص المره الجايه هتلاقي واحد قاعد عمل كده سي سي
اف بي ار اتش اي ايه؟ تقولها زي ما انا قلت بالظبط. ذرتين كربون مليان عفاريت، ثلاثة فلور، واحدة كلور، واحدة بروم، واحدة اتش. ده رمز الهالوسين. حضرتك بقى بعد اذنك نسميهم سمي عدي ذرات الكربون، سمي عدي ذرات الكربون. واحدة تبقى ميثان. كم ذرة الكربون دي؟ ميثان. كم ذرة الكربون دي؟ ميثان. كم ذرة الكربون دي؟ واحدة ميثان. ايه ده يا مستر؟ ما تصبر. كم كلورة؟ كم كلورة؟ ماليش دعوة بالهيدروجين. أحادي كلورو ميثان. كم كلورة؟ ثنائي كلورو ميثان. ثلاثي كلورو ميثان. رباعي كلورو، دلع الكلور، دلع بدل ما هو اسمه كلور، كلورو. والبروم برومو، واليود يودو. يبقى احادي كلوروميثان، ثنائي كلوروميثان، ثلاثي كلوروميثان، رباعي كلوروميثان. بص بقى معايا كده، طبعا حضرتك هنا ان شاء الله ان شاء الله. حضرتك خدنا معادلات تاني، خدنا، سيب لي اجمع لك معادلاتك اللي خدناها النهارده كلها. احرقه بالاكسجين يديني ايه؟ تسلمي لحضرتك، تسلمي يا ليدر. اي حاجه بتحرقها بيديني ميه وثاني اكسيد الكربون وحراره. وهنا وزن الاكسجين قلنا 3 ان زائد 1 على 2. اوزن براحتك حضرتك. النيسان ده يا باب اول معادلات الحديد، استخلاص الحديد من خاماته. الغاز الطبيعي كنا بنحضر منه الغاز المائي اللي هو اول اكسيد الكربون وايه والهيدروجين. ازاي يا مستر باستخدام عندك الميه وثاني اكسيد الكربون ب 725 درجه مئويه بنحضر الميثان؟ يبقى ده اسمه غاز طبيعي نطلع منه الغاز المائي. يبقى احنا كده حضرناه، وحضرنا منه ايه؟ مش بس كده، حضرتك شايف الاكسجين ده؟ حرقته مره؟ حرقته؟ احرقه جامد بألف درجه مئويه. هيديني اسود الكربون. يعني ايه مستر اسود الكربون؟ اللي هو حضرتك اللي بيستخدموه في الحبر، حبر الاسود. بيستخدموه في الطباعة ورنيش. مش قلت لك هجمع لك الهلجنة والاستخدامات في مخطط واحد؟ يبقى هنا الغاز المائي، وهنا خلاص حرقناه مية ثاني أكسيد الكربون، هنا الكربون زائد الهيدروجين. نكمل. ايه ده لسه؟ اصبر. حرقته مرة؟ احرقه تاني، سخنه تاني بألف وخمسمائة درجة مئوية. هيديني ألكاين. هو مش ده ألكان؟ هنجيب الألكاين بالخطوة الجميلة دي. ألف وخمسمائة درجة مئوية، تبريد سريع، يديني الإيساين. إس إس كم درجة الكربون؟ اتنين. أين أين الصيغة العامة سي إن إتش اتنين إن ناقص اتنين. كم ذره الكربون؟ 2 في 2 ناقص 2 يبقى C2H2 الايسايل. رمزه عامل كده C ثلاث روابط C H ال H. معادلات الالكانات كلها بالمخطط. اعمل مراجعه سريعه، اراجع معادلات الالكانات في دقيقه. حضرتك دلوقتي الميثان ده ابسط مركبات
الالكانات. رقم واحد احرقه يديني ميه وثاني اكسيد كربون وحراره. حضرتك لازم تبقى فاهم ان المخططات دي مبنيه على ايه، حضرتك بنحضرها ازاي وبنحضر منها ايه. حضرنا الميثان ازاي؟ باسيتات الصوديوم والجير الصودي، حضر لي الميثان، حرقته اداني ميه وثاني اكسيد الكربون وحراره، حطيته على ميه وثاني اكسيد الكربون 725 اداني الغاز المائي، عملت له هلجنه اداني كلوروميثان، هلجنه ثنائي كلوروميثان، هلجنه ثلاثي كلوروميثان، هلجنه رباعي كلوروميثان، حرقته ميه وثاني اكسيد كربون وحراره، عند 1000 اداني اسود الكربون، عند 1500 تبريد سريع اداني الاي ساين. معادلات عضويه. يجي الناس تقول لك مش عارفة أحفظ المعادلات. أنا عملت اللي عليا، دورك أنت بقى. دورك يبدأ تروح البيت في سكتش الخرائط الذهنية اللي متوزع عليك يتكتب. مش متوزع عليك عشان تسجله، عشان تحفظه وتسمعه فتنساه فترجع تسمعه تاني وتحفظه تاني، فتنساه وترجع تحفظه تاني وتنساه لغاية ما تعرف تحفظه. كده كده كده. طب يا مستر حسام استخداماتك قلتها؟ قلت استخدامات كتير. استخدامات يستخدم الالكانات في الحبر الاسود والطباعه والورنيش. تستخدم الالكانات اللي هو الميثان يعني بيمثلهم في تحضير الغاز المائي. بيستخدم في تحضير المذيب العضوي. حضرنا منه الكلوروفورم. استبدلناه بالهالوسان، ذرتين كربون مليان عفاريت، ثلاثه فلور، واحده كلور، واحده بروم، واحده هيدروجين. لما حد يقول لك رمز الهالوسان قول له دقيقة أقولها لك. رمز الهالوسان ذرتين كربون مليان عفاريت، ثلاثة فلور، واحدة كلور، واحدة بروم، واحدة اتش، زي ما أنت شايف. وده المخدر الآمن اللي بدل للكلوروفورم. أبدأ دلوقتي أنطلق للمرحلة اللي بعدها وهي الفريونات، وهي صفحة أختم بها الألكانات عشان الحصة الجاية نبدأ في الألكينات. دلوقتي حضرتك اخر مره هقولها للغاب الحصه اللي فاتت، حضرتك حصه النهارده بنفس قوتها كانت الحصه اللي فاتت، وهيبقى الحصه اللي بعدها واللي بعدها. فدلوقتي انت اللي بدات تفهم ان انا لو غبت حصه اللي بعدها تخنقني. يعني ايه يا مستر مذيب عضوي؟ المذيب العضوي لازم تعرف ان انا عندي مركبات العضويه والغير عضويه اللي هي الميه. الميه بتدوب في الزيت؟ لا. طب ايه اللي يداوب الزيت؟ الزيت اللي زيه. البنزين بيدوب في الزيت؟ البنزين بيدوب في الميه؟ لا. طب انا عاوز ادوب البنزين، تجيب له زيه عضوي زيه، فاجيب له مذيب عضوي زيه اللي هو CCl4. انك بتروح البيت بعد كده بتذاكر بقى، انا عاوزك تقف كده تقول لي يا مستر اشرح لك الالكانات. هيدروكربونات مفتوحه سي سلسله الفاتيه مشبعه صيغه العامه سي ان اتش 2 ان زائد 2. حضرتك جامعها خامله لان جميع روابطها سيجما صعبه الكسر. حضرتك فيها بيجمعها قانون جزيئي عام، هي سلسله متجانسه يا مستر. حضرتك عارف بيفصلوها بالتقطير التجزيئي، عارف ابسط واحد مين؟ الميثان. اقول لك موجود فين؟ في المستنقعات ومناجم الفحم و90% من الغاز الطبيعي. احضره لك، حضر معادلاتك، خش على خواصه الفيزيائيه وخواصه الكيميائيه كلها الدايره. انت باصص فوق كده، كده انت باصص من فوق.